خلصنا منكم بقى ومن هالدباجة هيدي. ليه عم تبكي؟ يا رب أنا تعبت. ولا كأنه في قانون ولا حدا معبي عينكم. مين هيدا اللي عاملينه كل هالضجة؟ بدل ما توقفي حدي وتخففي عني عم تبكي تحرقي لي قلبي. وين؟ هون بدي يكون بالقصر الجمهوري. شو الموضوع؟ مفهوم ولا واصبر لك كام شهر يا ابو فؤاد لا يتزوج. من اول ما تجوزنا نحن تعبت. يعني كل طرف له حصه فيه. إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.